مرحبا جميعا بفيديو جديد لليوم. اليوم الفيديو حيكون لو خيروك الجزء الثالث، واللي هو من خياراتكم انتوا اللي كتبتوا لنا بقلب الكومنتس لو خيروك الاسئله، فاحنا هلا حننفذ لكم اياها طلبكم. اوكي، فهلا حنبلش باول لو خيروك، واللي هو لو خيروكي انه تاكلي ملح مع سكر او جيبي شيبس حار واكله كله بلا مي. بالنسبه لي اسا ما فيش عندي شيبس حار، فحضرت هيدول المكونات اللي ممكن احنا نستعملهم، فحنقي الملح مع السكر. وانا ما حنقي الملح مع السكر، فهيدا عنا المعالي، هيدا ملح وهيدا السكر. هاي ملح، انا حط اول شيء هون سكر. حط ملح انتي، وهيدا سكر. انا حطيت هون عندي ملح، في اكيد عنا كوبايات مي. انا بحب السكر، بحب الملح من انا وصغيري، ما حتفرق معي يعني. الله يسامحكم، شو طيبين؟ شو الطيب بالموضوع؟ طيب لننتقل للشيء الثاني، واللي هو سؤال ومش لو خيروك، هو How old are you؟ يعني قد ايه عمرك؟ انا 18 سنة وانا 12 سنة. وانتو قد ايه؟ اكتبوا لنا بالتعليقات انتو قد ايه عمركم؟ ونحن وين ساكنين؟ نحن فلسطينية ساكنين وين؟ بلبنان. خلقنا هون فعايشين بلبنان. هلأ لو خيروك نمبر 2، لو خيروك انك تشرب خل مع حامض او اشرب زيت مع حامض. انا بفضل الخل مع حامض لان الزيت ما كتير بحبه. انا بفضل الزيت مع حامض. نمبر هاتين بقلب الكوبايات عشان نقطع. نو نقطع بالمعلقة. هاي دخل، هيدي معلقتي. انا عم فكر اعمل خل مع هيدا، امسكي شوي. ما بعرف كثير خامه هيدا، لانه مفكرين هذا مش خل، هذا خل ابيض لكم. طب اسا خليني خليني عم حط حامض. حامض بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي مثل الخل تحت. هاي الزيت، زيت مع شو؟ مع حامض. لاحط هون عنا قنية الزيت. بس كتير زيت. فانا هون عندي حطيت. Good luck. ليك طلعت زي النقطة. طب يلا. برافو، نحن قد التحدي. عم كنا كتير طيبين. اكل ليش كتير طيبين؟ لانه بالسلطه كمان بحط زيت وحامض فنفس الطعم. طيب هلا لو خيروك نمبر 3، لو خيروني اشرب حامض مع حار او حط حمره على وجهي لاخر الفيديو. يعني حط حمره على وجهنا، يعني حطها تمنا ونحط على خدودنا او شيء، يعني شيء بوجهنا، او اشرب حامض مع حار. هلا اسا عنديش حار، فحضطر حط حمره على وجهي. اوكي تحت اللي قمت ما تكرت بس فحط لنا هذا الحمره الزهر زهر احسن. نقطه اعطيني اعطيني. انا بحط هلا ادري. فانا ححط كمان حمره. هي انه هي راح تتحط الحمره على المرايه. يلا رانيه قلت لو خيرت. طيب هلا لو خيروني اعمل 10 بوش اب او اشرب مي مع ملح وسكر. هلا 10 بوش اب ما حقدر، يعني
هلا رني ممكن تعمل تنفش اب، بس انه شو تخيل تاني اشرب شو؟ salt and sugar with water. بعمل تنفش تنفش اوكي، وانا بشرب مي مع السكر، فخلينا نشرب مي. ما انا بكمل. حطيني مي مع سكر وملح. حطي سكر. هاي ملح. ملح حطي. وهاي سكر. اوكي، باخر الفيديو كمان كل يعني انا حقول لو خيروك لميمي، ميمي كان حتقولي لو خيروك لريم. هيك من صحة وهنا. شكرا كثير لكم. طيب. اوكي تنبش اب هسه. طب بش تنبش اب حنعملهم باخر الفيديو. ايه اوكي. ولو خيروكي ترقصي كيكي او تاكلي قشرة موز؟ انا برقص كيكي. وين بدي ارقص كيكي بس؟ حط الباب. اها يعني الجيران بشوفوني. طيب. ما عندي مانع برقص كيكي. ما انا برقص كيكي. فمكان الكيكي كيكي والبوش اب لاخر الفيديو بنعمله. لو خيروك يا رنين تكسري تليفونك او تبوسي ايد مين؟ هيدا الشيء مستحيل اكسره. يعني بدك تبوسي ايد ميمي. حمرا عشان تعلم. يلا يلا بوسيني. يلا 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 يلا. كمان مرة رحت الحمرة. طب هلا لو خيروك يا ميمي تلحس الأرض أو تضربك رنين كفين؟ ملحس الأرض. بلحس الأرض وما بخليك تضربيني. ملحس الأرض. لا 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 خلي يلا تضربيني كفين. ضربيني كفين. يعرف ضربيني كفين. أي ليش هالأدوية؟ هيدا الكف العين. شكرا. هلا اخر لو خيروك، واللي هو لو خيروك يا ميمي تحكي تركي لمدة 5 دقايق اي شيء، او تاكلي 10 معالق كبار بوشار ومخلوط مع شوكولات. هلا اول شيء ما عندي معمل بوشار وما عندي شوكولات، فحاحكي تركي بس مش لخمس دقايق، يعني حاحكي شوي. انا كمان حختار احكي تركي. انا بعرف كم كلمة اللي بعرف انها اقولها. تخبصيش. لا بعرف كم كلمة. لطفا بنم استميرون تركيش كونشما ازن فيرم. يعني انا عم قلكم لو سمحتوا ما تخلونيش احكي تركي كتير. ليه؟ لانه انا ما بدي، ولانه انتو ما رح تفهموا علي. تمام جنن؟ يعني اوكي يا روحي. كان مش هحكي تركي من مدير جرس بس انا مطلسون. خلصت يعني شو؟ ما اذا بدي احكيكم بالتركي ما رح تفهموا علي ايش بدي احكي. انهي انت. لا لازم هلا انا اعطيك لو خيروك تعطي لو خيروك. شاب زاد. تمام جنن هيد بكا. بلش انت. بالمرور سن بني هيد بكا. هادي طيب لازم تحطي بكوبايتك هيدي نقطة زيت وفوق الزيتات بدك تحطي خل. يعني الميك بدك تعملي ميكس. يوك جنم يوك يوك جنم. لازم تحطي كل المكونات اللي هون. يوك 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 ايفيت. تمام هيك يوك. رح اعمل الميكس رح اعمله وميكس. اوف يا صوص. في ماي بقى بالكوباية.
هادي هادي صوص. حتفور بطنك اليوم. عملتلها ميكس طبيعي اللي هو ملح وسكر وحامض وزيت وخل ومي. تمام كلهم. طبي استغفر الله. طبي ها دوري بن اي تشوك ان تركيا سوس. سوس بكفي هالقد تركي انتو كمان. وهلا رايحين نعمل الكيكي. لا ما تجيني واحد لو خيروك لعلي. you have to. لو خيروكي بين انه تبوسي ايدي او تبوسيني من راسي وتقليلي الله يخلي لي اياكي يا احلى اخت بالعالم. ياك حراسك ياك ايدك ايفات. هات ايدك حطيها على راسك كمان. كم مرة؟ وهلا رايحين نعمل الكيكي والتن بوش اب. هالقد بتحب الملح والسكر؟ مهم رايحين نعملن وحنحطن. كيكي do you love me? I'm riding. So you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you. I'm down for you always. Down for you always. Never mind. رايحين نعمل كيكي. Bye. فهلا رنيم حتعمل 10 push up. يلا start. 1 بنكون خلصنا كل شيء انتو طلبتوه مننا. واذا حابين نعمل الجزء الرابع من لو خيروك بس قلولنا وحطولنا بالكومنتس تحت كل شيء بدكن اياه واسئلتكن وكل شيء لنعمل فيديو جديد اسئلة واجوبة او لو خيروك نمبر 4. اوكي انتو اي فيديوهات حابين ان احنا نعملهم اي تحديات وهيك اشياء اكتبولنا تحت بقلب الكومنتس بناء على طلبكم احنا بنعمل الفيديو. وما تنسوا سبسكرايب لماي تشانل واكيد لرنيمز تشانل ححط اللينك تحت. ورنيم تقريبا بعد لشوي وبتبلش تنزل مثلي كل يوم فيديوهات. وكمان بدي اقولكم لانه مش انا قلت بدي انزل فيديو. انا نزلت فيديو مشتريته للمدرسه مثل ما انتم اخترتوا على الانستغرام فروحوا احضروا. حنحط لكم رابط قناتي بصندوق الوصف فروحوا اعملوا لي لايك وكومنت شو رايكم بالفيديو شو بدكم اياني اعمل فيديو. وما تنسوا تعملوا لايك وكومنت
بأرائكم بهذا الفيديو، وكمان ما تنسوا كمان أسئلتكم أو لو خيروك إذا حابين نعمل نمبر 4 أو فيديو أسئلة فهم. هاشتاج حملة توصيل ميما بلوكس لـ 1K سبسكرايبرز، وكمان هاشتاج حملة توصيل لميم تي في لـ 50 سبسكرايبرز. باي باي قرش روز للتركي، نشوف كل الفيديو الجاي للتركي قرش روز، بطلنا نعرف نحكي. باي.